صباح الخير عليكم، جيسبر راكم كاع ملاح والصحه لاباس ولا فامي وسي لاباس. عودكم والعود احمد كما نقولوا. اليوم جيتكم بكيفيه خفيفه وظريفه كما عودكم، سلطه اين سلطه بريستيج، ولا راح نعطي لكم كيفيه باش تزينوا السلطه تاعكم لا سلطه تاعكم لهذا الشهر رمضان الكريم كي يكون عندكم ضيوف اكسيتيرا. توجدوا اين سلاد على السريع على خفيف وظريف بشكل جميل ولا بشكل بريستيج ان شاء الله راح تستفيدوا ولو بالقليل ان شاء الله. قبل ما نبداو في هذا السلاد راح نبداو ب لا فينيغريت ولا لاصوص اللي راح ناكومبانيو بها هذا لا بيت سلاد. بيان سور لا فينيغريت راني درتها على الجروب في عفوا في الجروب تاعي تاع فيسبوك كويزين دي موند، وبصح قلت والله غير نعاودها كما نقولوا في الاعاده افاده ان شاء الله. هذا الكيفي راح تفيد كل مبتدئ اللي راح يدخل الكوزينه ولكل واحد يحب يدخل في هذا رمضان ان شاء الله للكوزينه وما عندوش دي باز. راح نحاول نعطي لكم دي تريك بازيك ولا دي لين بازيك باش ان شاء الله يكون عندكم باجاج باش تدخلوا الكوزينه تاعكم. بصح حاول هنا سيرتو لي الانسان اللي هذا وين تزوجوا لهذا ولا عندهم دخلوا دويرتهم الجديده ان شاء الله. بصح حاول هنا دوك راح نحاول جوي سي دو فوز اكومباني هكذاك بتقنيات وبديزاستيس صغيره باش ان شاء الله تفرحوا رواحكم وتفرحوا لا فامي تاعكم ان شاء الله. بسم الله بدون اطاله راح نبداو بلا فينيغريت تاعنا ولا لاصوص تاعنا. بسم الله كي يكون عندكم كيفيه كبيره اولا حاب ديروا كميه كبيره ديروا في هذا الخلاط الكهربائي. انا اونيتمون ندير كميه كبيره نديرها في الثلاجه كل ما استحق نخرجها وندير ماشي طول طو تخدمي وتعاودي. دونك بسم الله دونك لا عجل ولا القاعده اللي لاصوص فينيغريت تاعنا دونك نديروا كميه من الزيت وثلث هذيك الكميه تاع الزيت راح نديرها دونك الخل. اللي ما عندوش الخل اللي ما يحبش الخل الخل راح يعوضوا بالليمون. هذا واش راح ندير اليوم، انا راح نعوضوا بعصير الليمون ان شاء الله. انا لا فينيغريت تاعي نحب نديرها بزيت الزيتون فوالا. اللي ما يحبش زيت الزيتون ديروها بزيت المائده ما فيها باس، كل واحد يدير حسب دونك الكو تاعو. بسم الله دونك راح ندير باغ اكزومبل راح نعطي لكم ان اكزومبل ان شاء الله. راح ندير 12 ملعقه تاع زيت الزيتون. بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كما شفتوا درت 12 ملعقه تاع زيت الزيتون وراح ندير ربع الكميه. هذا الكميه دونك راح ندير الربع سي واحد على ثلاثة دونك ان كار تاع الكميه تاع الزيت. راح نديرها خل، الخل كما تحبوا خل ابيض او احمر اي او خل ليمون كما تحبوه. انا كما قلت لكم اليوم راح نعوضها بعصير الليمون دونك انا راح ندير الربع تاعو دونك راح ندير اربع ملاعق تاع الليمون عصير الليمون عفوا. بسم الله 1 باش يجيكم برك زوج باش يجيكم الذوق تاعها باش يكون هناك توازن بين الزيت والخل. بيان سيغ مثلا راح ندير الملعقه الرابعه ما فيها باس من بعد نحيهم هوب فوالا هاوليك الملعقه الرابعه تاعي تاع الخل. دونك القاعده هذه هي كمية تاع الزيت الخل ديروا ربع الكمية تاع الزيت تاع الربع وي الثلث عفوا سي با ربع ثلث الثلاثة جا واحد على ثلاثة ماشي نصف الكمية. اتونسيون لا درتو نصف الكمية لاصوص تاعكم لا فينيغار تاعكم تجيكم قاصحة بالبزاف. راح نزيد شوية لاموطارد بيان سور راهم تحسب الذوق، اللي يحب لاموطارد يدير كمية كبيرة اللي ما يحبش يدير برك شوية. انا راح ندير فوالا ربع ملعقه كبيره تاع لاموطارد تعطيها واحد الذوق ما شاء الله. راح نزيد الملح حسب الرغبه، انا ما نكثرش
باسكو لا موطار ديجا مالحه. هاولي عفوا درت رشه خفيفه خلاص تاع الملح عفوا. وراح نزيد كميه مليحه تاع فلفل اسود ولا فلفل كحل حسب الرغبه بيان سور. اللي يحب يكثر كذا اللي يحب ينقص ينقص، كل واحد يحب كيما يدير. فوالا انا درت رشه مليحه تاع فلفل اسود. بيان سور كاين بزاف طرق تاع لا فينيغات ولا بزاف تاع لاصوص تاع لا فينيغات. انا عطيت لكم لا بلو سامبل ولا لا بازيك، بصح كاين بزاف. ان شاء الله كاش خطره ندير لكم ثاني دي فينيغات واحد اخرين على على طرق واحد اخرى ان شاء الله. والسر البنه تاع لا فينيغات تاعنا ضرس الثوم. سيوها بهذه الطريقه ورجعوا لي الخبر. دونك عندي ضرس واحد تاع الثوم، دونك راح نحاول نقطعها على شكل طولي ورقيق. فوالا اوب، تعطيها واحد البناء ما شاء الله. فوالا، وها في هذه المرحله راح نخلط بالخلاط الكهربائي. اللي يحب يخلط بالفرشيطه ولا بلا كويا يا با سوسي تقدروا. انا برك نحب نخلط بالخلاط الكهربائي باش بور غاني دي طون وباش تكون النتيجه احسن وسي. فوالا دونك راح نخلط بالخلاط الكهربائي. سمحوا لي برك على الازعاج، راح نشعل الخلاط تاعي. فوالا اوب بسم الله. ما تجيش قاسيه قاصحه تقدروا تزيدوا نص ملعقه صغيره تاع تاع لو ميال، لو فري ميال، الميال بيو، ولا شويه تاع السكر، ولا خفوها بملعقه كبيره تاع الماء. انا قلت ما راحش نزيد والو، راني نحبها بهذا الطريق. دونك كل واحد كيفاش يفضل. انا هي هذه لا فينيغرا تاعي اليوميه، هذا واش ندير في لاصاله تاعي. فوالا هاوليك ما شاء الله القوام تاعها، دونك فوالا تجي بنينه ما شاء الله. بيان سور حاجه برك مهمه نوعيه زيت الزيتون، لا كاليتي تاع الويل دوليف تاعكم وسي حاجه اساسيه في نجاح تاع لا فينيغريت تاعكم ولا في ذوق تاع لا فينيغريت تاعكم. انا اونيت مون جو لا بريفير تاع زيت الزيتون تاع البلاد، بصح هذا العام ما كاينش زيت الزيتون تاع البلاد، دونك اون با الشوا، راح رانايا نديرو بزيت تاع اوروبا. هاوليك دونك لا فينيغريت تاعنا راهي واجده للمبتدئين. سيو هذا الطريقه ورجعوني الخبر. فوالا بسم الله. دونك راح ندير لا فينيغريت دو كوتي وراح نبداو في لاصالاد تاعنا بيان سور. بسم الله في لاصالاد تاعنا واش عندي دونك عندي حبيبات تاع الزيتون، غسلتهم حبيبات زيتون سود باش الزيتون الاسود يحافظ على لا كولور تاعو. راح نعطيكم سر من اسرار ولا تقنيه واش ديروا باش يحافظ على اللون تاعو، باش يجي اللون اسود تاعو مليح. دونك راح نزيد عليه بعد ما نغسلوه بيان سور، نشوف شويه نزيد عليه شويه قطره فوالا وحده تاع زيت زيت زيتون ولا اي نوع من الزيت اللي عندكم ولا تحبوه. فوالا شوفوا ما شاء الله اللون هذاك اللون كيفاش يخرج، اللون الاسود وراه يلمع ما شاء الله. دونك حاولوا ايسيو تجربوا بهذه الطريقه. دونك ديروا الزيت واش تشوفوا النتيجه ليه راح تخرج للزيتون تاعكم. فوالا كما قلت لكم سي ديزاستيس عفوا صغار بصح ان شاء الله تستفادوا منهم. دونك راحين نبداو بلا بيتراف تاعنا. لا بيتراف تاعنا راح نفكركم برك كيفاش نطيبوه.
دونك لا بيتراف تاعي انايا نغسلها مليح، ما نقشرهاش وما نحيهاش للراس تاعها، غير نغسلها مليح ونديرها في لاكوكوط، نديرها الماء ونشعل نطيبها في لاكوكوط ماكسيموم 15 دقائق. كي نحيها وبعد نقشرها ونحي لها الراس تاعها. علاش ما نحيش الراس تاعها؟ علاش ما نقشرهاش؟ باش تحافظ على اللون تاعها. اتونسيون، لا قشرتوها ونحيت الراس تاعها راح يخرج هذاك اللون الاحمر، كي طيب تولي اللون الاحمر تاعها ما يبقاش ناتورال، ينقص وتبقى ما تبقاش شابه. فوالا هاوليك كيفاش نطيب انا لا بيتراف تاعي. بسم الله، دونك نحاولوا نديروا زهره بهذا لا بيتراف. دونك نحاول دونك اوب نقسمها على نصفين. فوالا، وهذاك النصفين راح نحاول نقطعهم عفوا رقاق. فوالا، بيان سور لنجاح هذه الزهره لازم طيبوا مليح لا بيتراف تاعكم. نوعيه لا بيتراف سي مهمه، كاين لا بيتراف اللي عندها هذوك دي راسين الانتيريور ولا هذيك الخيوط تاع الداخل، دونك سي با ايفيدون. اوب دونك نحاول نديرهم نقصها رقيقه. بيان سور كي تحبوا كي يكون عندكم ضيوف شرو حبه بيتراف كبيره باش يعطيكم نتيجه احسن. فوالا دونك نحاول نحاول نشكل الزهره تاعي. فوالا، حاولوا تخدموا بها كي تكون مازالها سخونه شويه، كي تبرد تغبن في الخدمه. فوالا، اوب هاوليك دونك الزهره تاعنا تاع لا بيتراف. دونك نحاول باش تكون الزهره تاعنا كبيره راح نحاول ندير هذاك النصف الثاني. كما تشوفوا اقطعوا شرائح رقيقه. ودوروا فوالا. اوب هاوليك الزهره تاعنا تاع لا بيتراف. جيسبر شفتو كيفاش درناها. دونك كيما قلت لكم حاولوا تجيبوا حبات كبار تاع لا بيتراف باش النتيجه تكون احسن. دونك نحيو هاد دو كوتي وراحين نروحو نديرو لا طوماط تاعنا. نغسلو يدينا باسكو على بالكم لا بيتراف تعطي هذاك اللون تاعها. توجور لازم يكون عندكم حبه كبيره تاع طوماطيش باغ اكزومبل، انا الحبه تاعي راهي صغيره مي جو اسيي دو فيغ افيك. دونك نقطع هاد هذا الجهة العلوية. عفوا، النتيجة تكون أحسن كي يكون عندكم حبة كبيرة تاع طوماطيش.
Voilà. الطوماطيش تاعي ماشي لا طوماط تاع لا سلاد، راهي برك شويه جيساي تفير افيك، مي نورمالمون لازم يكون عندكم الطوماط تاع تاع لا سلاد هذيك الكبيره. هاوليك دونك ديروا اي شكل تحبوه تاع لا طوماط. باغ اكزومبل راح نديرها هكذا، راح نحطها في لاسيت تاعي هكذا باغ اكزومبل، ولا تقدروا ديروا على شكل مروحيه هكذا باغ اكزومبل. فوالا باش تعطي لكم الشكل المروحيه، كل واحد يدير الشكل اللي يحبو. واش عندنا تاني؟ دونك لي زو على بالي شاطرين ما شاء الله، تعرفوا كاع ديروه تقطعوا لي زو تاعكم، كل واحد يقطع كيما يحب. دونك لا تقطع الكلاسيكي ولا كاع اللي يعرفوه الناس، هي هذا الزهر على أربعة. نحاول او ميم طون نشكل لاصالاد تاعي باش نعطيكم برك نظرة. فوالا، وتقدروا ديروا لاماسي دوان، ديروا بزاف حوايج في لاصالاد تاعكم. بصح انا اليوم راح ندير لكم برك حاجة خفيفة، ان شاء الله في الايام القادمة راح نحاول ندير لكم دي سالاد فاريي، كل خطرة نجيب لكم من سالاد فاريي ان شاء الله. فوالا كيما قلت لكم حاجه برك خفيفه على السريع، خفيف وظريف كيما عودتكم، حاجه عاديه. فوالا سي جوست باش نعطي لكم نظره كيفاش تشكلوا لا سالاد تاعكم ان شاء الله في شهر رمضان. بصح ان شاء الله راح نحاول ندير لكم اشكال واحده اخرى ودي سالاد فريمون كومبوزي ان شاء الله، شاك فوا راح نحاول ندير لكم كيفيه. الزيتون دونك نحاول دونك نوزعو كيما نحب. فوالا هوب هاني نخدم و شوي اون طران دو ريفليشير او ميم طون كيفاش ندير. فوالا حبيبات تاع الزيتون، على بالكم الغوجي لنوار يدون يعطوا نتيجة ما شاء الله. دونك ندير حبيبة هنايا باش للزهرة تاعي، ندير حبيبة لهنايا للمايس تاعي. يفو با ترو كومبليكي، يفو ريستي سامبل اوسي. فوالا مكاش احسن من لا سامبليسيتي، نقولها لكم شاك فوا. فوالا اوب هذا الحبة دونك نخليها عندي. فوالا سي جوست ان فريمون ان سامبل اكزومبل كي باش تقدموا لا سالاد تاعكم. فرونشمون سي حاجه خفيفه اليوم، فوالا اون سالاد تري تري سامبل اليوم ان شاء الله، تري ليجي ان شاء الله. شاك فوا راح ندير لكم نوع اخر من لي سالاد اللي راح تقدروه تقدموه ان شاء الله في هذا الشهر رمضان اللي راه على الابواب. ربي يدخلوا ان شاء الله بالصحه والهنا علينا علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، ربي يهنينا ويعطينا سيرتو الصحة. فوالا و فوالا دونك هذه هي النتيجة الأخيرة دونك تاع لاصالاد تاعنا لنهار اليوم. كما قلت لكم حاجة خفيفة بالبزاف،
وهذا الخيار قطعته على شكل ورقه كما تشوفوه. ان شاء الله راح نحاول ندير هذا الشكل معكم في الايام المقبله. لا صلت عيد وقطعت شو غسلتها وقطعتها عشوائيا، كل واحد يقطع كما يحب. كما قلت لكم سي جوست هاف لك ان سامبل ايدي كيفاش تقدموا لا سالاد تاعكم، وعطيت لكم لا فينيغريت تاعنا لا بلو فاسيل لا بلو بازيك. ان شاء الله راح تستفادوا من هذا الكيفيه. ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير وفي كيفيات واحده اخرى. جيسبر راكم استفدتوا ولو بالقليل من هذه الكيفيه. فوالا دونك ما تنساونيش برك الا عجبتكم الفيديو باللايك والبارطاج باش تعم الفائده، ولابوني والضغط على الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. بكم راح تكبر هذه القناه وبكم راح تعم الفائده ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاكم في ساعه الخير وفي كيفيه اخرى ان شاء الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. الى اللقاء.